من جانبه أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أشار في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام إلى أن الأحداث المأساوية في قطاع غزة تحتم علينا التحرك العاجل لحماية المدنيين. وطلب وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل بوقف التصعيد. إن الأحداث المأساوية الجارية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوضع حد فوري للعمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين وإطلاق سراح الرهائن والأسرى امتثالا للأعراف والقوانين الدولية ومبادئنا الإنسانية المشتركة وإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة يخرج المنطقة من دوامة العنف المتكررة ويحقن الدماء ويؤسس لسلام عادل وشامل واستدام. إننا نؤكد رفضنا القاطع للانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة، ونشجب كل استهداف للمدنيين أينما كانوا، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، ونرفض الازدواجية والانتقائية التي يمارسها البعض في المجتمع الدولي. وهنا لا يكفي الكلام